ضد انجلترا وضد يعني مجموعه قويه جدا، ولكن كان الحديث كثير عن بنما وكان بنما فريق سهل، لكن لن يكون بسهل، لكن في الاخير القرعه اراك مبتسم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بك جمال، اهلا ابو خالد، اهلا بضيوفك. طبعا مثل ما قلت معنا قبل القرعه، ما فيش قرعه سهله وقرعه صعبه، كل المنتخبات اللي بتجي لكاس العالم بعد 17 من الحين باش تحضر نفسها، باش تكون تحب تكون جاهزه، باش تحب تشرف البلد نتاعها وتشرف كره القدم نتاعها. احنا باش نلعبوا ضد من افضل المنتخبات اللي موجودين في السنه الاخيره حاليا، نعرفوا انه بلجيكا ترتيبه الخامس عالميا وقاعد يقدم في عروض كرويه متميزه، نفس الشيء بالنسبه خاصة بعد ما غيروا المدرب نتاعهم، معناها الترتيب واصبح في المركز 15، لكن هذا ما يعنيش انه المنتخب التونسي باش يعمل منديل، بالعكس المنتخب التونسي باش يلعب حظوظه كاملة. اول مباراة لينا يوم 18، الحمد لله انا كنت نحبذ اني ما نكونش في المجموعة الاولى ولا الثانية على خاطر شهر رمضان، وشهر رمضان ينتهي يوم 14 جون، بعد ذلك معنا عندنا 5 أيام تقريبا بعد نهايه رمضان نبداو في مباراتنا الاولى ضد المنتخب الانجليزي. ان شاء الله نتمنوا باش نكونوا جاهزين، نعرفوا الكره الانجليزيه، نلعبوا الند للند. المنتخب التونسي لازم يظهر انه بامكانه باش يفوز على منتخبات قويه. ان شاء الله اختيارنا للمباريات الوديه تقرب للكره الانجليزيه وتقرب للكره البلجيكيه بدون ادنى شك، بدون ان ننسى انه منتخب البنما اللي يحب يكون هو نفسه ايضا مفاجاه هذه المجموعه، اول مره يشارك كأس العالم، وهذه معناها عادي جدا. نبيل، الفريق اللاعبون في حد ذاتهم ليست لديهم الخبرة في كأس العالم، لكن يمكن أن نتحدث عن ميراث الخبرة. منتخب تونس الآن في مشاركته الخامسة، وبالتالي هناك خبرة في المشاركات في كأس العالم. ولا حتى منتخب 78 لما مشى ما عندوش خبرة، وشرف كرة القدم التونسية، وكان أول فوز عربي وأول فوز إفريقي سنة 78، وكان طريق ديال في الاستماع. وطبعا هذا مهم جدا، أنه الخبرة صحيح أنه مهمة جدا، لكن مثل ما قلت التحضير لهذا كأس العالم يلزم نلعبه من غير مركبات، نلعبه معناها باش نفوزوا، نلعبه باش نحقوا ذاتنا، مع أننا ما نخسروا، لأنه نجم نوريه الوجه مشرف للمنتخب التونسي ولكرة القدم التونسية. حاليا معناها عندنا هذه 5 مشاركة لينا، لازم تكون أفضل وأحسن من المشاركات الأخيرة نتاع المنتخب التونسي. شكرا، نتركك لأن